الكلم، العذب، الرقة في المعاملة، أن تسمع الإنسان كلمة يحبها في موقف يظن أنك ستسيئه، هذا يفتح قلبه لك على مصراعيه. الكلمة الرقيقة في موطن يظن من يسمعك أنك ستؤنبه وأنت تسمعه خلاف ما كان يرتقب، فإن ذلك مما يجعل قلبه يفتح لك على مصراعيك. ونحن كما نخاطب الرجال نخاطب النساء، فنقول إن بعض المرأة بعض النساء لم يعطينا حظا من كذا وكذا، فأنت لم تعطين حظا من بعض الأمور التي يرغبها الرجل، فلا أقل من أن تعوضي ذلك بشيء آخر، فلا تجمعي حشفا وسوء كيله. فإن كنت لم تكوني بذاك الذي ينشده الرجل إذا ما قارنك مع غيرك من نسائه، فعلى الأقل عوضيه بأشياء بطرائق أخرى، بحسن الكلم، بالرأفة به، بعدم السؤال الملح، بتفقد أمور يحب أن تتفقد، بالسكوت عن أشياء يحب أن يسكت عنها، بغير ذلك من الطرائق حتى تصل إلى قلبه. الله عز وجل يقول: وقدموا لأنفسكم. العاقل يقدم لنفسه، وأحيانا قد تكون بضاعتك عقلك، يعني إن صح الكلم كان أحد الشعراء، لن أذكر وصفه حتى يعني لا نفرج، لكن أنا أريدك أن تفهم القضية. وهو هذا الرجل كل ما تعرفه أنت مما ينبغي أن يكون في الرجال ليس فيه، لا أتكلم عن الرجولة المعروفة، لا أتكلم عن الهيئة، كل شيء مما هو معهود في الرجال ليس فيه. ثم إنه جلس عند أمير المؤمنين وطعم معه، وكان أمير المؤمنين يحب حديثه، فلما فرغ أظنه الوليد أو عبد الملك قال له: ألك في المنادمة؟ يقصد الشراب بعد أن تغدي. قال: يا أمير المؤمنين تأمني، يعني انظر إلي. قال: أراك، يعني ما أنت بعيد، أنا أراك مليون. قال: انظر إلى كذا وكذا وكذا وكذا، يعني ليس فيه شيء. ثم قال: يا أمير المؤمنين، ومع ذلك رغم هذا كله أنا الآن جالس ماكث أتغدى مع أمير المؤمنين، ما الذي جعلني أقدر أن أتغدى مع أمير المؤمنين؟ عقلي. قال: وتريدني أن أضيع عقلي في الشراب؟ يعني أنا رأس مالي عقلي، ما عندي أي شيء، واستطعت بعقلي هذا أن أصبح جليس أمير المؤمنين، فتريد أن أضيع عقلي بالشراب؟ فاستحسن أمير المؤمنين جوابه. هذا القول أنا أقوله لأي رجل وأقوله لأي امرأة. فأنت قد تكون لست بذاك والزوجة في غاية الجمال، أو أن تكون المرأة ليست بذلك الجمال، فالخطاب للزوج والخطاب للزوجة: شيء عجزت عنه بشيء يحبه الطرف الآخر، عوضه بشيء آخر. إن سددت هذه الثغرة قبلت، وإن أبقيت على خطأك وزدت إليه خطأ فقلما أن يقبلك أحد. زين الله حالنا في أعين أزواجنا، وزين الله أزواجنا في أعيننا. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.